خبر عاجل ومهم، وزير الصناعة والمعادن وأمين بغداد يبحثان التعاون المشترك لتنفيذ الخطة التطويرية لمدينة الكاظمية المقدسة. أجرى معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المهندس خالد بتال النجم مع أمين بغداد السيد عمار موسى كاظم جولة ميدانية في موقع مصنع الصوفية ومصنع السجاد اليدوي التابعين إلى الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود والواقعين في مدينة الكاظمية المقدسة، وبحضور ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد علي الساعدي والمدراء العامين والمسؤولين في الوزارة والشركة، حيث تم الاطلاع على أروقة ومرافق الموقعين المذكورين وبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ الخطة التطويرية لمدينة الكاظمية المقدسة لفك الاختناقات وإنشاء مرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية. واتفق الجانبان على التواصل والتنسيق بين المسؤولين في الوزارة وأمانة بغداد لإعداد محضر مشترك وبما تقتضيه المصلحة العامة. انتهى الخبر، تحياتي الإعلامي علي الدلوي.